كم مرة أحلامك ارتدت عليك سلبا، يعني تحولت لكابوس بحياتك؟ لك بهيدي المرحلة، بمرحلة الفشل باستوديو الفن، يعني وصلت لمرحلة يأس. بتذكر انه كنت انا ورفيقي بالسياره بزحله، ايه ولما عرفت الخبر وانه خلص انه انا ما تاهلت على اخر مرحله، انا صرت عم بفتح الشباك بالسياره وعم صرخ انه ليش يا الله، بس انه اعطيتني، انه انا بعتبر انه اعطيتني هيدي الموهبه، ليه ما اعطيتني شيء ثاني انه انا اشتغل عليه؟ انا كل شيء بحياتي كان انه حلمي انه اكون، بدي اطلع انه اكون فنان واكون. حسيت انه الدنيا خلصت ايه حسيت انه خلص، بهاللحظة؟ انه انا ما بعرف اعمل شيء تاني، انه هيدا بس انه هيدي الشيء اللي انا بعرف اعمله، او انا هيدا الشيء اللي اشتغلت عليه، انه ليش بس انه اعطيتني هيدا الشيء، يعني ما خليتني ركز على شيء تاني. كانت مرحلة يأس يمكن، طولت؟ مش كتير مش كتير، لانه يعني الحلم اللي انا كنت عم بشتغل عليه، يعني كان يعني خلص صار ملزمني، يعني مش انه بس انه هي فكره عم تمرق انه انا عم بطمح صير هيك، لا انه كان شيء انه خلص صار مني وفي، يعني مش بسهوله انه واحد بفتره زمنيه قصيره انه خلص انه انا بيأس وما استسلم وما اقدر اكمل.